انا فخوره جدا بهذا التكريم، وكنشكر جمعيه ابي رقرق اولا، وكنشكر اداره المهرجان على هذا التكريم وهذا التشريف، وهو كذلك تكليف لانه كيخليني دائما نبغي نعطي الاكثر والاكثر، ونبذل يعني ونبذل مجهودات اكبر باش نكون دائما عند حسن ظن المتفرجين. انا لا احبذ كثيرا السينما المراه، هذه الكلمه ديال سينما المراه، انا يعني احبذ كلمه سينما الانسان، لانه لا وجود للمراه بدون رجل او بدون مجتمع ككل. ف ادوار نقدروا نهضروا على ادوار للمراه، انه تكتب ادوار للمراه، يعني يكون واحد المناصفه بين كتابه ادوار للرجل وكتابه ادوار للمراه باش تكون واحد قيمه فنيه في العمل، يعني لان هناك اشياء كثيره كنا نهضروا عليها. طبعا الى تطرقنا للمشاكل المراه في المجتمعات العربيه وفي المجتمع المغربي بصفه خاصه، طبعا هناك تيمات كبيره كنا نكتبوا عليها وكنا نطوروها في هذا السينما. اما بالنسبه للسينما المراه كمخرجه، يعني ديغيغ لا كاميرا، انا ما كنشوفش فرق ما بين مخرجه امراه او مخرج رجل، لان لا سنسيبيليتي هي اهم شيء، هو الاحساس ديال المخرج، هو كيفاش كيتناول واحد الموضوع، هو كيفاش كيتطرق للموضوع، وكيفاش كيشوف المنظور ديالو المجتمع ديالو والمواضيع والمشاكل اللي في المجتمع ديالو. تقدر تلقى رجل عنده ان سنسيبيليتي اكثر ربما من مراه، تقدر تلقى مخرج رجل يصور المراه ويتحدث عن المراه ربما احسن من مخرجه امراه، فهذه ما عندها علاقه بجنس المخرج. او فعلا غبت على التلفزه مده 3 سنوات كنظن، لانه مع الاسف الاعمال اللي كانت كتقترح عليا ما كانتش مقنعه، الادوار العمل ككل ما كانت فيه اشياء ما عجبانيش، ورجعت بقوه بجوج المسلسلات لوزين وبنية دوارة، لانه اولا عندي ثقه في شركه الانتاج اللي اشتغلت معها اللي هي ديسكونيكتد، وكذلك المخرجين اللي اشتغلت معاهم. هذه فرصة باش نحيي الأخ أمين منى والصديق والمخرج العزيز محمد نصرات، وكانت الأدوار كذلك تارتني، يعني تارت الفضول ديالي، وبغيت نقدم هذوك الأدوار اللي هما في نفس الوقت جوج الأدوار كومبليتمون مختلفين اللي في لوزين وفي الدنيا الدوارة، فكانت بمثابة تحدي أنني نقدم هذه الأدوار في مدة قصيرة.